هذا يسأل ويقول أنا مريض وجئت معتمرا، أنا مريض بالربو وتحسس من البرد وجئت معتمرا ونذرت لله إن كان إني أديت العمرة بسلام ولا حصل لي أي مرض أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، علما بأني لا أعرف الزمن المشروع للاعتكاف. نعم، هذا نذر طاعة وعليك الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا نذر طاعة، فعليك أن تعتكف في اليوم الذي نذرته إن كان يوما معينا، أما إن كان غير معين فتعتكف في أي يوم يتيسر لك، هذا واجب عليك.